الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أهل السنة والجماعة في العادة أنهم لا يركزوا كثير على تراجم العلماء ما ذلك، حتى لا يعلقوا الناس بالمشايخ وما لذلك، لكن يعلق الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الميزان عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا إنسان وقال هذا الدعاء جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، هل يقدم هذا على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لأنه لو قدم هذا كأنه يعتقد أن هدي شيخ الإسلام أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن نقدم هدي أحد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وقعنا في ناقض من نواقض الإسلام. أو قدم يقول حكم أحد على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وسوف يأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، وهذا هو الناقض، أن يعتقد أن حكم فلان من الناس أو من الطواغيت مثل حكم الله أو أحسن، فإذا اعتقد كفر، وإن لم يقول وإن لم يفعل في هذا الحكم مثلا، لو قال بلسانه فقط قال كفر بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تعيد الناقض. الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هديه أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمرنا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سواء في كل العبادات، وهذا يعني رد على المتصوفة وغيرهم. نعم. أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. لا يمكن أن يكون أحد حكمه مثل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكون أكثر منه. نعم. كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. نعم، هذا إن اعتقد. نعم، وإن لم يعتقد وكان لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب أو ما لذلك، قال هذا كفر دون كفر وفسق، وإذا اقتطع بهذه الحكومة حق امرئ مسلم فهو ظلم وعلى خطر عظيم. نعم، إذن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، أن يعتقد أن حكم فلان من الناس والطواغيت مثل حكم الله وأحسن، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. الثاني، أن يعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق، ولكن يقدم حكم الطواغيت أو غيرهم. قال مع اعتقاد أن حكم الله هو الأصلح للعباد والبلاد وقدموا لهوى في نفسه، فهذا كفر دون كفر وفسق، وإن كان بهذه الحكومة يقتطع حق امرئ مسلم فهو ظلم. ونقول هذا الطريق طريق خطير وموشك أن يوقع بهذا الرجل، نسأل الله السلامة العافية، في الكفر الأكبر المخرج من الملة. الثالث، أن يكون جاهل لا يدري، يسمع هذا الحكم من أحد الأشخاص ويظن أن هذا حكم الله، يرجع إلى تقسيم الجهل، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم.